واحدة بتقول أنا امرأة متزوجة وصلت إلى درجة من الجنون بسبب أفعال زوجي، ووصل بي الفكر إلى فعل أشياء لم أعملها من قبل، وأريد أن أتخلص منها. تتخلصي منه يعني ابعدي، روحي عند عيلتك لغاية لما الجو يهدى، لكن تتخلصي منه يعني تخلصي عليه؟ لا لا طبعا، ده يبقى الافعال الجنونية اللي بالظبط دي. ابعدي شوية، روحي عند عيلتك او حد من قراباتك لغاية لما الجو يهدى وهو يشعر باهميتك يبتدي يفكر يغير سلوكه.